أيهما أكثر ورودا في كتاب الله؟ قال الله في الجنة خالد فيها أبدا، ولا في النار قال خالد فيها أبدا؟ ليست كلمة خلود، كلمة التأبيد، خالدين أبدا، طبعا للتوكيد. أيهما أكثر ورودا في القرآن؟ ها؟ الجنة، صح؟ الجنة. لماذا؟ لماذا الجنة يأتي فيها التوكيد أكثر من النار؟ الآن إذا قال في زيادة رواتب يقولون ها؟ صح؟ لكن خلي يقول إيش؟ بيرفعون سعر البنزين على طول نصدق ولا لا؟ النفوس جبلت على ماذا؟ أنها تصدق الوعيد أسرع من تصديقها بالوعد، ها؟ صح ولا لا؟ يقولون راح يصلحون الشوارع، يقولون صار لنا كم احنا نسمع، كم سنة احنا نسمع. فلما احتاج التأكيد على الجنة لأنها من النعيم أكثر من التوكيد على النار. لم يرد في النار خالد فيها أبدا في القرآن إلا ثلاث مواضع، في سورة الأحزاب خالد فيها أبدا، وفي سورة النساء، وفي سورة الجن. وأما الجنة فورد أكثر من ذلك. فالنعيم الوعد يحتاج إلى توكيد أكثر، والناس دائما تشكك، يعني صحيح راح يعطونا، صحيح راح يصير، لكن الوعيد يقول إيه على طول، ها راح يخصمون، راح يزيدون، راح يضايقون علينا. فلما صار الوعد يحتاج لتوكيد أكثر من الوعيد، جاء في حق الجنة خالد فيها أبدا أكثر من ذكر النار خالدين فيها أبدا. واضح؟